السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأتطرق معكم يعني قليلا ونبذة بسيطة عن الرمز CE الذي تشاهده على مختلف المنتوجات سواء كانت إلكترونية أو أي منتوجات أخرى. يقابلنا هذا الرمز على الحواسيب، على الهواتف النقالة، على التلفزيون، على العديد والعديد من المنتجات. وهل سألت يوما ما معنى هذا الرمز ولماذا نشاهده كثيرا حتى في الأجهزة التي في المطبخ، على أي جهاز يوجد كثير من الأجهزة توجد عليها هذه العلامة، علامة CE والرمز الذي يظهر أمامك الآن؟ فببساطة علامة السي هو حرف السي وحرف الإي اختصار لكلمة Community أوروبيا، يعني أن هذا المنتج تحصل على علامة الجودة ويتبع لقوانين الجودة والأمن والسلامة والتوافق يعني مع البيئة وغير ذلك مع منتجات دول الاتحاد الأوروبي. هذا ببساطة معنى هذا الحرف. ولكن قاموا الصينيين بتقليل هذا الرمز مثل العادة وأنتجوا رمز خاص بهم يشبه هذا الرمز، يعني لا يوجد عندما تشاهده لا يوجد أي فرق ولكن يوجد فرق كبير، فقاموا بتغيير قليلا في هذا الرمز حتى لا يتم مسائلتهم ويقول لهم كيف تقلدون الرمز وانتجتم ونحن لم نعطي هذا المنتج قوانين الأمن والسلامة. فقاموا بتغيير هذا الرمز قليلا وأنتجوا رمز خاص بهم منتج هذا الرمز واسموه China Export، فيوجد يعني الحرف الأول نفس الحرف الأخير CE China Export، وقاموا بتغيير الرمز فقاموا بإلصاق حرف السي والإي في بعضهم، هكذا جعلهم ملصقات في بعضهم. فإذا رأيت في أحد المرات منتج حرف السي والإي متعديات قليلا عن بعضهم فهذا يعني أن المنتج تابع لقوانين الأمن والسلامة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومنتجات الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا لاحظت بأن حرف السي والإي ملتصقات في بعضهم هكذا لا يوجد فراغ بينهم أبدا فهذا يعني أن المنتج تابع لقوانين الأمن والسلامة لتشاينا إكسبورت أو منتجات الصينية، وهذا يعني ربما أن المنتج غير أصلي. هذا هو كان معنى هذا الرمز. شكرا لحسن متابعتكم، رجاء ان اعجبتك هذه الحلقه لا تبخل لي بالنقر على زر لايك اسفل الفيديو، وكذلك سبسكرايب يظهر الان اسفل الشاشه على يميني، قم النقر عليه قبل نهايه الفيديو. لا تنسى كذلك زياره مدونتنا الرسميه th3bw.com، يوجد حلقات شبه يوميه وتدوينات في كافه المجالات التقنيه. لا تنسى كذلك على جذب صفحتنا على الفيسبوك. نلتقي في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.